وللتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بك دكتورة. بداية، معهد الاستراتيجيات البريطاني خلص في تقرير له إلى أن ممارسات حكومة العبادي تؤدي إلى مزيد من التطرف والعنف، إلى أي حد يمكن أن يتأثر النازحون بهذا السلوك في ظل حياة الاضطهاد التي يعيشونها؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. يعني أصبح من الواضح ممارسة حكومة حيدر العبادي ومن سبقها من الحكومات منذ مجيء الاحتلال 2003 وكلها تسير على نفس النهج اللي هو الإهمال التام للخدمات التي يجب أن تقدمها أي حكومة وطنية تجاه الشعب العراقي. يعني ما يشهده النازحين في مخيمات النزاع هو الدليل الواضح على تعامل واسلوب هذه الحكومه تجاه النازح. بالتأكيد ممارسات حكومه العبادي سوف تؤدي الى مزيد من التطرف والعنف، خاصه وان يعني ما يتعرض له النازحون من معامله لا انسانيه من قبل الحكومه واهمال تام لتوفير ابسط مقومات الحياه الاساسيه من غذاء او صحه او تعليم. طبعا هذا سوف يؤدي الى مزيد من العنف لان هؤلاء الناس سوف لن يسكتوا اولا عن حقوقهم، بالاضافه الى ذلك ان استمرار هذا النهج سوف يدفع بخاصه يعني الاطراف الضعيفه من النازحين النساء الاطفال وما يمارس ضدهم من العنف الى وحتى الشباب الى الانجرار نحو التطرف نحو الاصابات نحو الجريمه، وبالتالي هذا سوف يؤدي الى مزيد من انتشار. هناك نقطه اخرى دكتوره وهي نقطه عدم السماح لعوده النازحين الى مناطقهم. صحيفه جلوبال نيوز قالت ان ثلاثه مصانع لتطوير الصواريخ في الزعفرانيه وجرف الصخر موضوعه في هذه المناطق ويمنع عوده النازحين اليها كاحد الاسباب. طبعا هل يضع ذلك ايران والحكومه في دائره المسؤوليه؟ يعني من المعروف ان ايران لم تقدم الدعم للحكومه العراقيه بين قوسين من اجل مكافحه ما يدعى ما يسمى بالارهاب بدون ثمن. الان ايران معروف ان لديها قواعد في العراق، وهذه القواعد اغلبها انشئت في المناطق التي تم تهجير اهلها قصرا صخر وغيرها من المناطق. يعني ايران تريد لها قواعد في العراق تنطلق منها الى المنطقه، وتصريحاته واهدافه واضحه اصبحت لكل العالم. اذا لن يسمح في عوده النازحين لان هذا سوف يضر تواجد هذه المناطق سوف يضر بهذه القواعد. ويعني ليس فقط اعتماد على كما تفضل تقريركم الذي صرح حول عوده النازحين مرهون بقرار ايران. الكثير من وجهاء وزعماء القبائل اشاروا الى هذا الموضوع وان القنصل الايراني كان يستدعي يعني اعضاء من مجالس محافظات مثل ديالى ويامرهم ويصدر لهم الاوامر بان هذه المناطق لا يجب ان يتواجد فيها اي مدني وخاصه من المكون السني. اذا ايران مستفيده وطرف من اطراف ما يحدث من عدم عوده النازحين. نعم. في سؤالي الاخير لكم دكتوره في هذا الاطار، هناك شكاوى مقدمه في منطقه الريحانيه من الاهالي طبعا من انتشار الجثث ومخلفات الحرب، الى اي حد يمكن ان يؤدي ذلك الى تراجع الدول المانحه عن تقديم مساعداتها لاعاده الاعمار؟ يعني مشكله انتشار الجثث ومخلفات الحرب يعني هي من اهم العقبات والمشاكل التي تعيق عوده النازحين. نحن نعرف جيدا ان يعني ما يتم تقديمه للعراق وخاصه في مؤتمر الكويت الاتفاق كان هو ان يكون واغلب هذه الاموال على اساس انها مبالغ استثماريه وعقود. يعني الاستمرار هذا الـ يعني انتشار الجثث والمخلفات سوف لن يوفر اي بيئه من اجل ان يكون هناك اي تنفيذ لهذه العقود، وبالتالي فان حكومه العبادي تستمر بنهجها في معاقبه اهالي هذه المناطق وعدم تمكينهم من الحصول ولو على هذه العقود التي هي ليست غايه يعني نعرف انها من وراءها غايه، ولكن بالاقل سوف توفر
ان تؤمن عودة النازحين وتنظيف هذه المناطق من المخلفات والحرب والجثث، ولكن حكومة العبادي مع الأسف الشديد مستمرة في معاقبة جماعية لأهالي هذه المناطق، وليس فقط منطقة ريحانة بل الموصل وغيرها من المناطق الأخرى، ولا تريد أصلاً عودة هؤلاء النازحين إلى مناطقهم أو الحصولهم على أي أموال تساعدهم على الاستمرار بالحياة. كنت معنا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكراً جزيلاً لك.